أكلتنا لليوم سلطة المعكرونة بالمايونيز. المكونات بقدونس نصفة بكفي، فلفلة خضراء، فلفلة حمراء، ملح، فلفلة حمراء رش، وجزر للتزيين ودرة، وطبعا أكيد المعكرونة المسلوقة. أول شغلة المعكرونة بدها تكون عندي مسلوقة ثلاث أرباع سوية، ما ضروري تكون كتير طرية. ببلش بضيف حبة فليفلة خضراء مفرومة ناعمة، حبة فليفلة حمراء، والذرة. الذرة فيك تستعمليها تازة يعني فريش، فيك تستعملي معلبة حسب الموسم يعني شو متوفر عندك، وأكيد البقدونس مضيفة. هلأ بضيف الملح والفليفلة الحمراء الناعمة، وببلش بخلط فيهم قبل ما أضيف المايونيز. يمكن سقط سهوا ببداية الفيديو ما حكيت انه في مايونيز، اكيد في مايونيز. ببلش بخلطها منيح. ليش بخلطها قبل المايونيز؟ لان يعني المايونيز ما بيساعد على انه تنخلط بشكل منيح، فبترك المايونيز اخر خطوة. ببلش بحط المايونيز العادي اللي هو ما فيه اي نكهة مالكة. هلا انا حاطه ثلاث انواع مايونيز عندي. بالنسبه لسلطه المعكرونه بحط شيء بسيط، تقريبا مقدار معلقتين مايونيز بالثوم مثل ما شايفين قدامكم، بتعطي نكهه بسيطه. ببلش بخلطها. بالنسبه للمايونيز بيكون خلطه اسهل بعد ما اخلط المعكرونه مع الخضره. ببلش بسكبه بالصحن. اهم شيء انه المعكرونه ما تكون كتير مستويه، بتتعفف اثناء الخلط وهي لحالها كرمالها راح تتفتح وبتتقدم بارده. اكله كتير لذيذه تصير بكل المواسم. صحه وهنا.